السيد الرئيس، الحضور الكرام، ملحمة بطولية من العمل الجاد والإنجاز على أرض الواقع بالتوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والصناعي وتطوير طرق الزراعة في الأراضي البكر لجنوب الوادي. وها نحن اليوم نحصد ثمار ما زرعناه على مدار عام كامل من المحاصيل المختلفة خاصة الاستراتيجية. كلمة اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. منذ عام 1997 وحلم توشكا يراودنا جميعاً، ومع تشريف سيادتكم توشكا في مارس 2019 بدأت ملحمة الاستصلاح والزراعة لتصل بنا إلى ما تم إنجازه اليوم. واليوم تشرف توشكا بافتتاح سيادتكم موسم حصاد القمح بمزرعة توشكا 4، إحدى مزارع توشكا بمساحة 140 ألف فدان، ستضاف إلى إجمالي المساحة المنزرعة فضلاً عن المساحات الجاري زراعتها هذا العام بإذن الله. أين نحن الآن؟ توشكا في يناير 2017 تم تكليف الشركة بالاستصلاح والزراعة في منطقة توشكا، وكان إجمالي المساحة المنزرعة 400 فدان فقط. وفي يناير 24 تم الوصول بالمساحة إلى ما يزيد على 420 ألف فدان والمميزة باللون الأخضر. في نهاية عام 22 تمكنت الشركة من الوصول بالمساحة المنزرعة إلى 250 ألف فدان، وأيضاً في نهاية عام 23 تم الوصول بالمساحة إلى 420 ألف فدان، أي بزيادة خلال العام الماضي تعادل 170 ألف فدان. تمت أعمال البنية التحتية كالتالي: عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تم إضافة 100 ألف فدان في منطقة توشكا 4، أيضاً تم إضافة 70 ألف فدان أخرى في منطقة توشكا 3 عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات. العام الزراعي 24-25 مخطط إضافة 80 ألف فدان كالتالي: عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في منطقة توشكا 6 جاري دراسة أعمال البنية التحتية لمساحة من 40 إلى 60 ألف فدان. أيضاً عن طريق الشركة الوطنية للمقاولات جاري استكمال أعمال البنية التحتية لمساحة 30 ألف فدان في منطقة توشكا 3، وبكده توصل توشكا 500 ألف فدان. العام الزراعي 25-26 مخطط استكمال الأعمال في توشكا 5، وذلك بإضافة مساحة من 50 إلى 70 ألف فدان لتصل توشكا إلى 560 ألف فدان. العوينات: بدأ العمل في العوينات عام 1999، وحتى عام 2013 كانت المساحة المنزرعة 80 ألف فدان. ومن عام 2014 حتى عام 2024 تم الوصول بالمساحة المنزرعة إلى 240 ألف فدان، أي بزيادة يا فندم 160 ألف فدان. العام الماضي فقط تم إضافة 50 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية. وفي هذا العام 24 مخطط إضافة 60 ألف فدان في منطقة عوينات 4 جاري استكمال حفر الآبار الآن، وبكده تصل العوينات يا فندم إلى 300 ألف فدان. عام 25 مخطط إضافة 100 ألف فدان في منطقة عوينات 5، وهذه المنطقة أيضاً محددة بواسطة
وزارة الري مساحتها 280 ألف فدان، وبكده تصل العوينات إن شاء الله إلى 400 ألف فدان. القمح. الحمد لله يا فندم، تمكنت الشركة هذا العام من زراعة 500 ألف فدان قمح، بزيادة عن العام الماضي تقدر ب 200 ألف فدان، تعطي إنتاجية تفوق 1 مليون طن قمح موزعة كالتالي: توشكا 310 ألف فدان، أي ضعف المساحة المنزرعة العام الماضي. العوينات 156 ألف فدان، الفرافرة 4700 فدان، عين دالة 4300 فدان، بالإضافة إلى الزراعات التحميلية في كل من النخيل والموالح. يوجد تعاون وثيق بين الشركة ووزارة الزراعة ممثلة في مراكز البحوث الزراعية، والذي يبدأ من تصنيف التربة واختيار البذور ووضع برامج التسميد والمكافحة، بما يؤثر تأثيراً إيجابياً على الإنتاج. مما تقدم يا فندم، نقدر نقول إحنا كشركة فين دلوقتي؟ تقوم الشركة بالزراعة فيما يزيد على 700 ألف فدان فعلياً. عام 23-24 العام الأخير يا فندم، تم إضافة 220 ألف فدان منزرع على الرقعة الزراعية فعلاً. عام 23-24 تمكن رجال الشركة من زراعة 500 ألف فدان قمح جاري حصادهم الآن بفضل الله، ثم دعم سيادتكم من عام 14 حتى عام 24 تم إضافة ما يزيد على 620 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية بما فيها الزراعة البينية والمحملة. المجتمعات العمرانية الجديدة. إحنا بنتكلم في منطقة توشكا، بنتكلم في حوالي 700 ألف فدان. كان مستهدف لما الفكرة اتعملت في الثمانينات على إن توشكا تطلع 700 ألف فدان. 700 ألف فدان يساوي 2 محافظة، يعني تقريباً المليون فدان اللي إحنا بنتكلم عليهم في شارع العوينات وفي توشكا، إحنا بنتكلم على 3 محافظات. يتبقى حاجة. تمام. إزاي نعمل ونجذب سواء كان للمستثمرين عشان يبقوا موجودين معانا هنا، أو حتى عشان الكثافة السكانية اللي تبقى موجودة تبقى تستفيد من الشغل اللي موجود دوت. خلاص بقينا النهاردة قادرين على إن إحنا في فرص عمل لحوالي 1 مليون فدان تقريبا. لما نحط عليهم التصنيع الزراعي اللي بيتعمل لهم، أتصور إن العدد ده يزيد أكتر من كده. وإحنا بالمناسبة حريصين على إن إحنا تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية. يتبقى ان الدوله دكتور مصطفى محتاجه تخطط كيف نجيب كثافه سكانيه من الدلتا، من الصعيد، من كده، عشان يبقوا موجودين معانا هنا والناس تبتدي تعيش وتشتغل وفرص العمل موجوده. بعد توجيه سيادتك يا فندم، كان لزاما علينا ان نبحث عن كيفيه التنفيذ. نحن شركه استصلاح وزراعه تعتمد على الميكنة الزراعية الحديثة، والتي تحتاج إلى أيدي عاملة قليلة مقارنة بالمساحات المنزرعة. ومن هنا ظهرت أهمية التصنيع الزراعي الذي يحتاج إلى أيدي عاملة إضافية تساعد على التوطين وتعمير المدن بجانب الاستصلاح والزراعة. ومن أجل إقامة تصنيع زراعي دائم وقابل للتوسع، يلزم الآتي: توفير المنتجات الزراعية بالكمية المطلوبة والجودة اللازمة، والحمد لله الشركة قادرة على التنفيذ. أيضاً التكلفة المناسبة، والأخذ في الاعتبار البعد المكاني، ومن أجل ذلك تضع الشركة مزايا وبدائل سعرية متعددة. ومن المنتجات الزراعية التي يقام عليها التصنيع: التمور. بدأ الإنتاج الاقتصادي للمساحات المنزرعة اعتباراً من عام 18 و19 و20 جاري استكمال الزراعة والجزء الأكبر بفسايل من إنتاج المزرعة. اعتباراً من العام القادم بإذن الله سيكون لدينا فسائل لبعض الأنواع النادرة يتم طرحها في السوق المحلي تمهيداً للتصدير كمرحلة تالية. أثناء توجيه سيادتكم بالبدء بإنشاء مشروع التمور، كان من ضمن أهدافه أن تحتل مصر المكانة اللائقة بها بين الدول المصدرة. وبإذن الله خلال من 2 لـ3 عام سيكون لمصر
مكانة تليق بها بين الدول المصدرة نظراً لتميز وتنوع المنتج. الجوجوبا ويطلق عليه الذهب الأخضر، نبات زيتي يستخدم كوقود حيوي ذات جدوى اقتصادية عالية جداً مقارنة بأي زراعات أخرى، صديق للبيئة. الفدان الواحد يطلق 150 طن من الأكسجين في العام، وأيضاً يمتص 22 طن من ثاني أكسيد الكربون. وشركة تنفذ مشروع بمساحة 6000 فدان، جاري تنفيذ المرحلة الأولى منه بمساحة 3125 فدان في مزرعة عين دلة في الأراضي التي لا تصلح لزراعات أخرى. المانجو، بعد ثبات نجاح بعض الأصناف المميزة في كل من تشكى والعوينات، جاري التوسع في الزراعة للوصول إلى مساحة 25,000 فدان، وإن شاء الله يا فندم سيكون المانجو هو المحصول الثالث بعد التمور والجوجوبا على مستوى الشركة في خلال من 3 إلى 4 عام. أيضاً يا فندم يوجد بعض الزراعات التي تقام عليها أكثر من صناعة، القطن قصير التيلة وطويل التيلة ومتميز في العوينات وفي تشكى، البنجر وقصب السكر، وتم اتباع كل الوسائل لترشيد استهلاك المياه في زراعة قصب السكر بتشكى مع اتباع طرق جديدة. الأعشاب الطبية والعطرية بأنواعها تجود في العوينات وتشكى، وتتميز هذه الزراعات بعدم وجود متبقيات نظراً لنظافة المياه والهواء وأيضاً التربة. الخضروات تجود زراعتها بالكامل في كل من شرق العوينات وتشكى، كما تتميز هذه المناطق بالنضج المبكر لجميع المنتجات عن وجه بحري من 30 إلى 40 يوم، والشركة قادرة على إنتاج كل الأنواع وبأكبر الكميات، وسوف يكون من أنجح الصناعات الزراعية في المنطقة صناعة التجفيف والتجميد. مستلزمات مصانع الأعلاف تجود جميعها في مزارعنا وبأكبر المساحات والكميات. وآخر الزراعات التي نجحت في تشكى هي زراعة الكتان، ويقوم عليها أكثر من صناعة. مصنع الخشب مقام على مساحة 100 فدان، الطاقة الإنتاجية 400 متر مكعب يوم، خشب MDF و HDF، مخطط الإفتتاح بإذن الله يا فندم في أغسطس 25. المصنع يحتاج 50 طن يومياً مادة لاصقة، وأثناء العرض وجهت سيادتكم بإنشاء مصنع في المنطقة ترشيداً للإنفاق، خصوصاً ونحن في منطقة نائية، وأيضاً تقليلاً من تكلفة الاستيراد. والحمد لله يا فندم جاري الانتهاء من الاتفاق مع الشريك الأجنبي القائم بتنفيذ مصنع الخشب، ليكون المصنع جاهز للإفتتاح أيضاً في أغسطس 25. المصنع ينتج 80 طن يوم، ومصنع الخشب يحتاج 50 طن يوم، وبالتالي سيكون هناك وفر 30 طن يتم نزولهم السوق المحلي أو تصديرهم. عند عمل دراسة الجدوى للمصنع ثبت أنه في خلال عام واحد تقريباً سيتم استعادة تكلفة إنشاء المصنع. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، نعي ونتفهم تماماً مهمتنا وهي الاستصلاح والزراعة، وندرك أهميتها وقدسيتها أيضاً. إن رجال الشركة مؤمنون تماماً أنه لا خيار أمامهم سوى العمل الجاد والصادق والهادف سعياً لتنفيذ مهمتهم المقدسة. لا ينازعهم في عقيدتهم أي منازع، ولا يثنيهم عن تنفيذ مهامهم أي تحديات أو صعاب. فالشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لسيادتكم على المتابعة المستمرة والدقيقة لتفاصيل الأعمال، والتي تعطي قدوة لنا يومياً على أن المتابعة وإلمام المسؤول بكل تفاصيل عمله هو أمر واجب وحتمي. كما أتوجه بالشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الكامل والمتابعة والإشراف المستمر وتذليل كافة الصعاب التي تواجهنا، وتوفير كل ما يلزم لتنفيذ المهمة على أفضل ما يكون. عاشت مصر دائماً آمنة مستقرة، ودمتم سيادة الرئيس لمصر زعيماً أميناً وقائداً مجدداً. أستأذن سيادتك يا فندم في افتتاح موسم حصاد القمح في تشكى 4. مهندس زراعي مختار جمال أبو عقيل. تمام يا فندم،
تمكنت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية هذا العام من زراعة 500,000 فدان من محصول القمح هنا في مزارع الشركة بتوشكا 310,000 فدان، وفي مزرعة توشكا 4 والمتواجدين بها الآن 140,000 فدان. أوامر يا فندم. أي أوامر يا فندم؟